عليكم تابعي قناة ايزرنا، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معانا النهاردة موقع جديد لربح البيتكوين، موقع ممتاز جدا تقدر تكسب منه مبالغ كويسة. نروح الموقع على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. الموقع اسمه فاير فوسيت. ازاي هنسجل في الموقع ده؟ وهندوس اول حاجة على ريجستير، هيفتح معانا الصفحة دي. بندوس نكتب الايميل بتاعنا اسف، وبعد كده بنكتب اليوزر نيم والباسورد، تكتب الباسورد مرة تانية وبتحل الكابتشا وبتدوس على كرييت اكونت. طبعا بيبعت لك رسالة على الجيميل، رسالة تفعيل بتدوس عليها بيبقى الحساب بتاعك اتعمل. هنروح على اللوج ان عشان نكتب الحساب بتاعنا والباسورد. بنحل الكابتشا وبندوس على لوج ان، فتح معانا بالمنظر ده. دي الداشبورد بتاعت الموقع، بيديك حاجة اسمها اوتو كلايم بوينت. اول ما بتسجل بتاخد 1050 كبونص يعني من الموقع على تسجيلك. الاوتو كلايم بوينت دون النقاط دي بتقدر تحولها لبيتكوين او اثيريوم او كذا عملة رقمية تانية. لو نزلنا تحت خالص، اول حاجة نشوفها سعر الميت بوينت دول بيساوي كام. في البيتكوين بيساوي 12.42 ساتوشي، في الاثيريوم 5.32، في الدوكوين السعر داون، وطبعا الأسعار دي بتتغير. هنطلع فوق. أول طريقة عشان نكسب من الموقع داون هي من الفوسيت. طبعا أنا لسه عامل فوسيت، هو بيجيب لك فوسيت تقريبا كل 10 دقايق، فأنا كنت عامل فوسيت وخدت باقي المبلغ يعني زاد 1050، يعني مبلغ كويس جدا بتكسبه من الفوسيت داون كل 10 دقايق. تاني حاجة عندنا الشورت لينك، بندوس على الشورت لينك كده هيفتح لنا دي مواقع مختصرة. طبعا انت ازاي هتكسب من المواقع المختصرة؟ بيقولك ان انت هتقدر تجمع منهم 3110 بوينت. في مواقع كتير بتقدر تخش عليها كذا مرة، لان الموقع ده بيقولك انت بتاخد منه 50 بوينت تقدر تخشه ل10 مرات. طبعا بتدوس عليه، واحنا عارفين ازاي بنعدي الروابط المختصرة. لو نزلنا هنلاقي ان احنا عندنا روابط كتير مختصرة تقدر تعديها وتكسب منها. هنرجع للداشبورد بتاعتنا تاني عشان نشوف طرق تاني الربح من الموقع. هنلاقي فيه حاجة اسمها التاسكس، المهام. الدايلة تاسكس دي بتبقى موجودة، بيقولك لو انت عملت 5 مثلا بعد ما بتخلص طبعا المواقع المختصرة وكل دون، لو عملت 5 بتاخد 25 بوينت، لو عملت 10 بتاخد 50. بتفضل تدوس على كولكت طبعا بعد ما بتخلص دول. عندك لو عملت 35 بتاخد 50 ساتوشي زائد 30 بوينت. طبعا بعد ما هتخلص كل حاجة هتيجي هنا وتدوس على كولكت وهتسحب من المبلغ ده. في حاجة عندنا اسمها الأوفر وول تقدر تكسب منها، اللي هي السيرفي واستطلاعات الرأي. من فوق بتختار السيرفي اللي انت عايزه وتشوف لو انت عندك سيرفي مثلا تقدر تكمله كده، وبتكمل الاستطلاع بتاعك وبتكسب من الموقع. يعني انا بقول لك ب 300 ألف بوينت لو كملت السيرف دون، تقدر تكمله في 5 دقايق، مش هياخد منك وقت. نرجع تاني للداشبورد بتاعتنا ونشوف عندنا نربح ايه تاني. ممكن تربح من البي تي سي. هتشوف الاعلانات، هيفتح لنا الاعلان بيقول لك مدته 8 ثواني وبتاخد 50 كلايم. يعني لو دوسنا كده هيشوف معانا، هتلاقي بيعد معاك، هو بيعد فوق الشريط. ال8 ثواني بيخلصوا بتاخد ال50 كلايم، وبتقدر اهو بيقولك ان وصلوا بنجاح. لو رجعنا كده تاني، طبعا احنا كان معانا حوالي 1037، اهو ال1037. لو عملنا ريفرش للصفحة هنشوف هيبقى معانا كام. 1137، آسف. نعمل ريفرش. طيب هما تقريبا مجوش، ونشوف ايه المشكلة. اه ما دوسناش على كونتينيو. لو دوسنا على كونتينيو هنا هيحولنا للسايت، وبكده يكون احنا استلمنا. يعني لو جينا بقى عملنا ريفرش تاني، كويس ان النقط دي بتيجي قدامنا عشان نوضحها في الفيديو. هنلاقي ان اهو اضافوا ال50. كده احنا شرحنا كل حاجة في الموقع. ازاي بقى هنقدر نحول دي؟ هندوس على convert. هتقدر تحول، بتختار يعني انت هتحول كام.
مثلا لو هنحول الألف، بتشوف انت هتحولها لإيه، عايز تحولها لإيه. مثلا لو هتحولها لايت كوين، فهتلاقي انه يقولك هتاخد المبلغ ده من اللاتوشي وهتدوس على اكستشينج. ازاي نقدر نسحب من الموقع ده؟ هنيجي هنلاقي ان الاسم بتاعنا بيبقى مكتوب هنا اهو، بندوس عليه هيظهر لنا حاجة اسمها wallet. اول حاجة هندوس على wallet address عشان نضيف المحفظة بتاعتنا. هيظهر لك كده هتضيف المحفظة اللي انت عايزها، دوك كوين او لايت كوين كل حاجة، وفي الاخر هتدوس save. هنطلع كده فوق، هندوس عليها تاني وندوس على wallet balance. هتلاقي هنا بيقول لك ان انت تقدر تسحب، وهندوس على withdraw. بيقول لك انت تقدر تسحب على عنوان محفظتك على طول، او عنوان محفظة الفوسيب باي. الفوسيب باي 10,000 ساتوشي كحد ادنى. لو انت شايف ان هو كبير شوية، او انت مثلا عشان هتجمعه، هتدوس على withdraw من دوت كوين، وهتلاقي ان على الفوسيب باي 100 دوت كوين، وده طبعا مبلغ قليل جدا تقدر تسحبه، مش هياخد معاك وقت. وبكده نكون خلصنا شوية من الموقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.